عقد وزير الخارجية محمد علي الحكيم اجتماعا مع السفراء العرب المعتمدين لدى بغداد بحضور وزير الداخلية ياسين الياسري، ودعا الحكيم إلى أهمية تنسيق المواقف العربية إزاء التحديات التي تواجه المنطقة. وقدم وزير الداخلية ياسين الياسري موجزا عن التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، موضحا أن الحكومة بصدد العمل على القيام بجملة من الإجراءات للاستجابة لطلبات المتظاهرين بما ينسجم مع القانون، مؤكدا عودة الحياة العامة إلى طبيعتها.